ومرحبا بكم طلابي أحبائي، طلاب الصف العاشر. هذا هو الأسبوع 19. في هذا الفيديو سنسلط الضوء على أهم المحاور والموضوعات التي ستكون في هذا الأسبوع. كونوا معي. بداية وكما يظهر أمامكم، سيكون النص الرئيس في هذا الأسبوع هو الأطلال، وهي أبيات للشاعر إبراهيم ناجي، الشاعر المصري الذي يعد من أشهر شعراء التيار الرومانسي في الشعر العربي الحديث. التحق بمدرسة الطب السلطانية، له عدد من الدواوين الشعرية مثل وراء الغمام، ليالي القاهرة، الطائر الجريح. الأطلال هي قصيدة تتكون من مقطوعات شعرية تتفق في روي واحد وفقاً لنظام المقطع الشعري، وقد وضع إبراهيم ناجي مقدمة لهذه القصيدة. هذه قصة حب عاثر، التقيا وتحابا ثم انتهت القصة بأنها صارت أطلال جسد وصار هو أطلال روح، وهذه الملحمة تسجل وقائعها كما حدثت. الأطلال، هذه هي الأبيات التي ستكون معنا. تبدأ: يا فؤادي رحم الله الهوى، كان صرحا من خيال فهوى، كيف ذاك الحب أمسى خبرا وحديثا من أحاديث الجوى، وبساطا من ندامى حلم هم تواروا أبدا وهو انطوى، يا رياحا ليس يهدأ عصفها، نضب الزيت ومصباح طفى، وأنا أقتات من وهم عفا، وأفي العمر لناس ما وفى. لاحظ معي عزيزي الطالب أن الأبيات تقوم على المقطع الشعري، فهنا الروي في كل مقطع يتفق وأبياته ويختلف، والأبيات المقطع الذي يليه. في كل مجموعة سنرى اتفاق حرف الروي وهو الحرف الأخير في الأبيات: هوى، جوى، انطوى، انطفى، وفى، غفى، عفى، أيضا الطموح، روح، نبوح، السفوح، الطفل، أفل، الملل، الأمل. على هذا النظام تمشي أبيات القصيدة: السكوت، العنكبوت، وتموت. بعد أن نقوم بتحليل هذه الأبيات، سننتقل كالعادة إلى أسئلة النص. السؤال الأول: أبحث في القصيدة عن مفردات تمثل المعاني الآتية. الأصدقاء الذين يتجمعون في الليل من أجل اللقاء والسمر، الأماكن المرتفعة، رحمه ورق له، رفع الصوت بالبكاء. أيضاً سنفرق في المعنى بين عفا وعفا. أيضاً ننتقل إلى الأسئلة الأعمق: استعمل الشاعر التصوير المستمد من عناصر الطبيعة من حوله عبر تشخيصها ومناجاتها، محققاً مبدأً رئيساً من مبادئ الرومانسية. أحدد أبرز العناصر التي أوردها الشاعر في قصيدته. أيضاً سننتقل إلى الرمزية، يرمز كثير من الألفاظ التي يستعملها الشعراء الرومانسيون في قصائدهم إلى دلالات معينة. أختار الدلالة المناسبة التي تشير إليها الرموز الآتية: الثورة النفسية، موت الحياة، انطفاء الحب واشتعاله، الضعف. أيضاً سننتقل إلى أسئلة تذوق المقروء ونقده. سنتعرف إلى الكناية ودلالاتها. بعد ذلك سننتقل إلى تمييز الذات الملفوظ، وهو تمييز يفسر المبهم، ومن أمثلته الأعداد وكناياتها: العدد نحو في المكتبة 30 حاسوباً، أمامها 60 طالباً.
أسماء المقادير في المساحة أو الوزن أو الكيل أو القياس مثل دونماً، حديداً، لبنياً، صوفاً، أشبه المقادير نحو قدر راحة سحاباً، جرة سمناً، والكثير الكثير. كذلك وكالمعداد سننتقل إلى أسئلة الدرس التي من خلالها يتم التأكد من معلوماتنا. أختار الإجابة الصحيحة وبعد ذلك سننتقل إلى نهاية هذا الفصل وهذا الفيديو. عزيزي الطالب، أتمنى أن أكون قد وفقت فيما قدمته لكم وفيما علمته لكم خلال هذه السنة. دمتم بخير.